تنفرد عاصمة الأوراس باتنا بمشروع سياحي هام يتمثل في مجمع مائي يضم جملة من المرافق، خاصة الشاطئ الاصطناعي برمال طبيعية وموجات تمتد بتحكم. تبلغ مساحته 5 هكتارات. هو تقريبا جاء في منطقة استراتيجية، جات في مفترق طرق يعني ولاية باتنا، ولاية قسنطينة، ولاية أم البواقي، ولاية سطيف، فيها مسابح الأطفال، مسابح خاصة بالأكابر بالنساء. في هذه السنة يعني زدنا إكستنسيون جديدة هي الشاطئ الاصطناعي بالأمواج. حديقة الألعاب والمجمع المائي وجهة ترفيهية متنوعة تساهم في إمتاع الزائرين من باتنا ومن الولايات المجاورة وتخفف من الضغط على الولايات الساحلية. جينا المسبح نتاع جرمة باش نرفهوا الوليدات، ونقص علينا المسافة نتاع الأماكن البعيدة. والله حاجة ماشي خير ما تروح البحر. بلاصة محترمة. يعني والله البري 120 الواحد. مي سا فوا لا بان دو جوتي ان كو دوي. هذه النوعية من السياحة والترفيه سوق واعدة بنتائجها الإيجابية في التنمية المستديمة وما توفره من منافع اقتصادية واجتماعية للسكان.